روبو اغريكول، عباره تراكتور اوتونوم على روحه اسمه اتلس، فيرسيون الثانيه نتاع اتلس. بدينا ديجا سافي دو زون توا، هو مازال اون كور دو ديفلوبمون، قاعدين نعملوا دي تيست سور تيرا. من ضمن المشاكل اللي عند الفلاح هي كي يجي يداوي الاجار نتاعو، نجم يخلف اسره ما يداويهمش، ولا نجم الشوفور ولا اللي هو معناها ما يحترمش السرعه، فما سرعه معناها لازم يحترمها. فما بين الاسباب هذه خلتنا نخمو في الروبو هذا اللي هو اتلس. اسونسيالمون ينجم يعمل حرث، يحرث مش لابور بروفون، الحرث كما نقولوا صغير، تريتمون كيف كيف، الاستيماسيون نتاع البرودكسيون انت نتاعك، معناها الغله نتاعك مازالت في الشجره، هو يعمل لك استيماسيون نتاع الغله نتاعك. ومن بين الحاجات زاد اللي نجم يعملهم هي ديتكسيون دي مالادي. كل شيء معناها فيه تونسي. الفلاح مازال صحيح ما عندوش وعي ويخاف من التكنولوجيا، ونجم يكون عنده حق، فهمت؟ مي احنا قاعدين معناها ماشيين في السونس هذاك، نحبوا نبداو بالمارشي نتاعنا التونسي، ومن بعد كان فما امكانيه باش نمشيو لبرا هذيك ما فماش حتى مشكل.